السلام عليكم. زي ما بيقولوا كده في الأمثال زمان، من فات قديم وتاه ومن رضي بعشته يا سعد يا هناه. النهاردة بقى فيديو من الآخر كده، قديم 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 جدا، مش كتير معايا على الصفحة هيعرفوه. الأول كده سموا الله، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، حطوا لايك لمطبخ إيمو تشانل، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب لو لسه ما اشتركتوش. أكلتي النهاردة أو الفول، هنطلع منه ثلاث أكلات مميزين جدا، بعيد عن الفول والطعمية خالص. تمام يا بنات، معايا هنا كيلو من الفول، نقيت منه أي فول مكسور مخروم، القشرة بتاعته كده مشروخة، يعني اللي قشرتها مشروخة كمان هنشيلها هنستغنى عنها، وهبدأ أنقعه بالشكل ده. بصوا اللي قشرتها كده تحسوا إن هي فيها قطعة صغيرة عامت على الوش، فأنا دي هشيلها برضو. تمام كده، هنقعه بقى في المية لمدة حوالي ليلتين كاملين، مية من الحنفية عادية خالص، الفول نظيف وغسلته ونقيته زي الفل. هسيبه لمدة ليلتين، طبعا غطيه بأي حاجة، بفوطة بغطى بأي حاجة، علشان أعزكم الله كده مفيش حاجة تقع فيه. تمام كده، يعني هموشة ناموسة دبانة الحاجات دي. معايا هنا بقى الفول بعد ما اتنقع ليلتين كاملين، بصوا تحسوا ان هو طلع لي زي زريعة كده صغيرة، وتحسي ان كمان القشرة بتاعته اتفتحت اتقسمت كده. هعمل ايه؟ جبت فوطة، فوطة نظيفة طبعا، وحطيت فيها الفول، كلفته كده عايزة ادفيه، عايزاه ينبت والزرعة بتاعته تكبر سنة كمان. حطيته في الفوطة بعد ما صفيته على طول، ما سبتوش يتصفى وينشف، لا خلاص نزلت المية حطيته في الفوطة وبعد كده كلفته، وبعدين اديته الفوطة رشة كده من المية. الفوطة لازم تكون قطن عشان تساعد ان هو يزرع معاكي. بصوا اداني الكمية دي كلها كيلو فول واحد، اقسم بالله عشان الناس اللي بتقعد تستظرف في التعليقات وانت زودت الكمية، هو كيلو فول واحد. نقيت المنبت اللي فيه اللي هو طلع فيه التزريعة بتاعته دي او الزرعة بتاعته، نقيته. ده انا هعمله معاكم فول نابت بس بطريقتين، هعمل طريقتين للفول النابت. اللي ما اتفتحش معايا او اللي ما زرعش معايا، بدأت اشيل القشرة بتاعته وافتحه كده جزئين واحطه في طبق لوحده. حطيت هنا مية وحطيت هنا مية، انا قسمته بصراحة لان الكمية كيلو كتير عليا، فقسمته الربع هعمله نابت بطريقتين، والربع التاني هعمله حاجة اسمها فول مقلي. معايا بقى للفول النابت حلة على النار، حطيت فيها بصلاية وحوالي فص ثوم مفروم او سليم زي ما تحبي، انا مش بحب احط فيه ليمون علشان ما يمررش معايا. اول ما المية غليت معايا كنت صفيت الفول ورحت نازلة بيه على المية وهي بتغلي كده. تمام كده يا بنات، هسيبه يغلي غلوة وبعد كده هفتح الحلة، وأي ريم هيظهر معايا هبدأ أشيله وأتخلص منه تماما. أسيبه بقى ياخد كده غلوة مثلا لمدة 3 دقايق على نار عالية، بعد كده ببدأ أضيف الملح ورشة كمون بس كده، ما بضيفش حاجة تاني، تقدر تضيفي رشة فلفل أسود لو حبة يعني. تمام، أنا ما بضيفش غير الملح والكمون وبس. انا زي ما قلت ما بضيفش ليمون، الليمون بيمرره، كل ما هيغلي كل ما هيبقى مر معاكي، انا بضيف الليمون ساعه التقديم. بعد كده هديت عليه النار وهسيبه يستوي براحته. للفول المقلي بقى، حله كده على النار حطيت فيها نص معلقه بس من السمنه، اديت بصلايه صغيره كده خرطتها واديتها تشويحه في نص معلقه من السمنه. بعد كده صفيت الفول اللي انا فتحته او فصصته او شلت منه القشر وقسمته نصين، اديته تشويحة كده مع البصل لمدة حوالي 30 ثانية، نزلت برشة ملح رشة فلفل اسود، هكمل فيه تشويح لمدة 30 ثانية تانيين بعد ما بضيف الملح والفلفل الاسود. طبعا ما بضيفش الملح كله، تمام، رشة بسيطة كده علشان وانا بشوحه كده البصل والفول ياخد من طعم الملح نفسه. هفضل اشوح فيه كده نص دقيقة او ازيد شوية لحد ما لونه كده تحسي ان هو اتغير معاكي. الربع كيلو فول اللي انا عاملاه ده اخد حوالي ربع كيلو طماطم او ازيد شوية، يعني ازيد من ربع كيلو طماطم، اخدتهم قطعتهم وعصرتهم في الخلاط، نزلت بيهم على الفول اللي هو اللي انا شوحته مع البصل، وهسيبه يغلي. ولحد ما هو يغلي هحضر حاجة اسمها طشة اللسان او طشة لسان العصفور، طاسة على النار حطيت فيها بقى معلقة من السمنة، ونزلت بحوالي نص كوباية لكل ربع كيلو فول، نص كوباية من لسان العصفور هبدأ احمره. ما عندكيش لسان عصفور تقدري، في ناس بتحمر شويه رز، في ناس بتحمر شويه شعريه، في ناس بتحمر شويه مكرونه تحمير، بس هو الاساس بتاعه لسان العصفور. تمام كده، الاكله دي انا اتعلمتها من حماتي ربنا يديها الصحه يا رب،
الاكله كلها عموما اتعلمتها منها، ربنا يديها الصحه. يعني انا كنت جايه من بيت اهلي ما كنتش اعرف الفول المقلي ده، اكتبوا لي بقى انتوا تعرفوه ولا لا. تمام، الفول اخد غلوه معايا ولسان العصفور خلاص اتحمر معايا، هنزل بيه على الفول على طول بالشكل ده، اعمل الطشه الجميله دي. تمام، هاخد شويه كده بس زي ما بنقولها بالبلدي كده نرحم الطاسه من النار اللي فيها. تمام، اهو خدت لسان العصفور. عايزه اقول لكم الاكله دي احنا بنعمل عليها مهرجان. حمصي عيش بقى كده وقطعي بقى بصل او في بصل اخضر يا ريت. بصوا بقى غليت معايا كده، اديتها رشه ملح، رشه كمون، رشه فلفل اسود، وممكن تحطي مرقه دجاج، يعني ممكن تحطي مكعب مرقه دجاج، هنحط كمان شويه كزبره ناشفه. تمام، كل الاضافات دي بحطها اهو، كمون، فلفل اسود، كزبره ناشفه، ومكعب مرق الدجاج لو حبيتي، مش حابه خلاص استغني عنها، في الحالتين هي بتبقى طعمها حلو. طبعا هي بتغلي معايا اهي وبتكتك، حسيت ان هي تقلت شويه، هديهم بقى تقليبه. انا ماشيه معاكم خطوه خطوه اهو علشان مش ناس كتير تعرف الاكله دي. اديتهم بقى تقليبه وهغطيها وهسيبها بس دقيقتين على نار هاديه لحد بس ما تتقل معايا، انا عايزه بس الصلصه دي تتقل شويه. بصوا تقلت معايا ازاي، طبعا لسان العصفور يعني نشويات فهيشرب كل السوائل او كل الطماطم اللي معانا. اول بقى ما لقيت الصلصه بتاعتها تقلت كده بدات ازودها ميه، انا هنا ما كنتش غسلت الخلاط برضه عشان الطماطم اللي فيه فزودت بيه الميه. تمام كده يا بنات، حطيت حوالي نص لتر ميه، الميه دي هتبدا بعد كده تختفي معاكي علشان لسان العصفور هيبدا ينشي ويكبر وهتلاقيه شرب الميه دي. هسيبها تاخد غلوه على نار عاليه وبعد كده بهدي النار وبسيبها بقى تستوي براحتها لحد ما بلاقي الفول بتاعي استوى، خلاص هي كده بتبقى جاهزه. هي بتبقى تقيله شويه بنات، يعني هتلاقي الميه او الصلصه دي قلت معانا بعد كده. بصوا بقى الفول النابت، الطريقه اللي انا عملتها في الاول دي طريقه، في ناس بقى بتعمل له طشه، فحل على النار، معلقه سمنه، فصين ثوم مفرومين، شويه كزبره ناشفه، وبديهم تشويحه مع بعض، والمفروض انزل بيها طشه على الفول النابت. بس انا عندي مش كله بياكل الفول بالطشه دي، في ناس معدتها تعبانه مثلا فما بتحبش الفول بالطشه، بتحبه اتسلق وخلاص على كده، احط عليه شويه زيت، شويه ملح، شويه فلفل اسود وعصير ليمونه وبياكلوه على كده، وفي جزء عندي بيحبه بالطشه دي، فانا بعمل الطشه دي وبقسم كميه الفول النابت. بصوا الشوربه طلع فاتحه مش غامقه ما فيهاش اي حاجه، مش الليمون اللي بيفتحها ولا حاجه، لا ان انت غسلتي الفول كتير وطلعتي منه الميه بتاعته الغامقه دي في حد ذاتها بتخلي الشوربه بتاعت الفول النابت فاتحه وحلو. تمام كده يا بنات، خلاص بقى كده اسيبها تاخد غلوه وبطفي عليها النار. طبعا الفول استوى معايا وبقى زي الفل. تعالوا بقى نشوف التقديم هنقدمه ازاي، اللي احنا عملنا له الطشه بيتقدم ازاي واللي ما اتعملوش الطشه بيتقدم ازاي. الاولاني ده اللي هو اتعمل له الطشه يا بنات، اللي هو طشه التوم زي الملوخيه كده بالظبط، مجرد ان انا بحطه في الطبق، في طبق التقديم، وبدي له عصير ليمون وبس كده، بيتقدم معايا على كده. تمام، اما التاني لا، تقديمه بيبقى مختلف شويه. ببدا اغرفه في الاطباق، بدي له رشه فلفل اسود، رشه ملح، نقطتين زيت كده، يعني حوالي معلقه زيت. تمام اهو كده، هو غرفته خلاص، البصلايه الجميله طبعا اللي انا سلقتها معادي بتتقدم معاه. بصوا بقى حوالي معلقه زيت على الطبق ده، رشه ملح ورشه فلفل اسود وعصير ليمون وبس كده، ده بيتقدم بالطريقه دي. معرفتش اعصر الليمون بايدي التانية. تمام، طبعا بقيه الفول ده انا بحفظه ازاي، بحطه في كيس وبحطه في الفريزر لحد ما بقى عايزه اعمل مره تانية بعمل. بصوا بقى الفول المقلي هو بطل الفيديو النهارده وبطل الاكله النهارده. عايزه اقول لكم ان احنا بنسيب كل حاجه وناكله هو بس، بصل اخضر بقى كده او بصلايه كده اعمليها بالدقه، بصلايه قطعيها حط عليها شويه ملح، ليمون، خل، شطه، وتتقدم معاه بتبقى تحفه يا بنات. ده بقى كان فيديو النهارده عملنا مع بعض النابت من اول ما كان فول ناشف لحد ما طلع معانا بالجمال والحلاوه والشوربه الرايقه العسل دي. بذمتكم ما يستاهلش منكم لايك كده وتعليق حلو من ايديكم الحلوه. بقيه الفول ممكن اعمل منه كمان طعميه. تمام، انا حطيته في كيس وحطيته في الفريزر،
وده كان فيديو النهاردة، متنسوش لايك وشير للفيديو، تشتركوا في قناتي على اليوتيوب مطبخ ايمو تشانل. اشوفكم على خير، والسلام عليكم، باي باي.